أهلا بكم من جديد مشاهدينا. وصلنا إلى فقرة العربية نت في أسبوع. معنا في الاستوديو الزميل يمان زيتوني. أهلا بك يمان. يا أهلا وسهلا. موضوعات كثيرة طبعا أكيد على العربية نت. خلينا نبدأ من الحدث اللي بالآخر آخر كم من يوم اللي هو طبعا حريق عرس الجهراء. كان في خبر إحنا برضو ذكرناه في الصحافة بأنه تم إلغاء أو الكويت تلغي خيام الأفراح بعد هذا الحريق. شو تفاصيل الخبر كيف جاء؟ بالضبط هو في بعد ما تبين لاحقا أنه زوجة السابقة للعريس هي اللي قامت بإخماد النار في الخيمة. وطبعا لأسباب أنه ما كان في الخيمة لم تكن مجهزة للحرائق، كان في مخرج واحد فقط، لم يكن في مخارج حريق. واللي ذكرته أيضا بعض التقارير في الكويت أنه الخيمة كانت مصنوعة يعني داخل في صنعة مادة النايلون اللي طبعا سريعة الاشتعال وتسبب في الاشتعال بسرعة للخيمة. بسبب التدافع والحريق راح أكثر من 41 شخص إلى جانب حوالي 76 إصابة، في منهم إصابتهم بليغة. يعني حتى كان في خبر لافت امبارح انه احد المتزوجين طلب بحمايه امنيه لعرسه في احد الخيام، وهذا حقيقه يعني امبارح اوردناه في 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 بعض اخبار الصحف. على كل حال الملكه رانيا معروف عنها بانه نشيطه جدا على المواقع الالكترونيه، ولا يكون هناك موقع الا لها نشاط من تويتر، ولكن العنوان كان لافت بتقول انه اعترفوا انه ملكي كول. شو تفاصيل الخبر؟ هي مثل ما تفضلت، الملكه رانيا عندها نشاطات كثير على الانترنت، لكن صفحتها على تويتر خصوصا في هي الصوره كانت شخصيه اكثر مما هي انه نشاطات اجتماعيه او خيريه او اللي هي الانشطه المعروفه عنها. طبعا الملكه كانت في اجازه مع الملك عبد الله ملك الاردن واولادهم، يعني فجاه شفنا على تويتر انه هي حطت عده صور لها. كان في احد الصور لها هي والملك عبد الله على دراجه ناريه، وكان في صور على مثلا على يخت صغير، وكانت قاعده مع الملك والملك لابس كاب، وفي عده صور لها مع اولادها كمان. وكانت عم تمزح عن كيف الولد بعد ما يكبر بصير انه ما بده يطلع مع، يعني بفضل انه ما يطلع مع بعمر المراهقه. ايوه مع والدته ووالده، باعتبار انه والدته ووالده ملك وملكه، فقالت يلا انا حستغل الفتره هاي لبين ما اني اصير بعدين يصعب علي اني اطلع معه. بس طبعا الملكه مثل ما تفضلت لها كثير نشاطات على الانترنت، عندها في صفحه فيسبوك، عندها صفحه تويتر، وعندها قناه حتى على اليوتيوب. مزبوط. بهذا المناسبه بحب اقول كمان انه العربيه نت او العربيه التلفزيون العربيه أطلق رسميا قناة على اليوتيوب خاصة في العربية. طبعا هي القناة تبث طبعا الى جانب البث المباشر اللي موجود الان على الموقع العربية كمان نت. بقدر الواحد يقدر كل نشرات الاخبار وكل بث قبل العربية فترة مباشرة. اطلقنا حوالي قبل اسبوعين او اكثر بث مباشر للعربية مثل ما انت عم تشوفها على التلفزيون، ممكن تشوفها على الانترنت. الى جانب ذلك طبعا قناة اليوتيوب تاخذ البرامج، تسجل البرامج والتقارير الاخبارية التي تظهر على الشاشة. بإمكان الناس على الإنترنت أن تحضرها بعد ما تكون بثت أوردي، لأنك أنت إذا شفتها على الموقع كمان ممكن تشوفها أيضا على الموقع مع الخبر على اليوتيوب. تضل موجودة في أي وقت بدك ترجع على اليوتيوب، وأيضا على الموقع العربية نت إلى جانب البث المباشر في عنا أنك بتحط التقرير مع التقرير الإخباري المكتوب. صح. موجود نسخة فيديو اللي بثت في العربية. مزبوط. وطبعا على اليوتيوب لأنه موقع مشهور وكل يعني الناس تقدر ترجع له، بدأ الواحد يقرأ أو يشوف التقرير بنفس الوقت. أيه. اللي بث على الـ وطبعا في نجاح كبير لهذا، يعني في هيتس عالية جدا على الموقع. آه. حتى جميل. الآن في خبر آخر بتهيأ اللي كان لافت، إحنا أوردناه منذ فترة حول مقتحم الملاعب هيك سموه. رجل بحب على ما يبدو كرة القدم كثير وبحب اللاعبين فاقتحم الملعب، وهلأ في حسب ما الخبر اللي أنتوا أوردتوه بأنه هناك محكمة سعودية يعني حكمت عليه بالسجن. نعم، هو مقتحم الملاعب بيني وبينك مش مجرد حب كرة قدم، هو كانت على حسب ما أورد التقارير من زمان هي يعني قبل عدة أشهر كانت الحادثة. نعم، كان في تحدي بينه وبين أصدقائه أنه لو بينزل على الملعب وبيصافح شو اسمه لاعب النصر الحارثي حيعطوه مبلغ 5000 ريال، فهو كان جريء فعلا ونزل على الملعب وركض، وحتى اذا شفنا مثل ما شفنا بالفيديوهات شفنا رجال الامن عم بيطردوه عم بيركض منهم وصافح واخذ ال 5000 ريال. وبعدين ثلاث ايام سجن، ثلاث ايام سجن و10 جلدات. 5000 ريال. 5000 ريال. ولكن الخبر التالي اللافت اللي كيف يجبر احد الاشخاص، مش انا بسالك انت يعني مجرد تعجب، على شرب اليورانيوم
وهذا مسألة اللي هو الإسرائيلي اللي أجبروه بمفاعل ديمونة. نعم، هما مش مجرد واحد محمد، هما عدة أشخاص، هما خمس أشخاص اللي قدم الدعوة أتوقع واحد، لكن هما خمس أشخاص فعلا وردوا في الدعوة اللي قدمها يعني السلطات أو القائمين على المفاعل طلبوا منهم أن يشربوا عصير فيه يورانيوم، وقالوا لهم إنه هذا الشيء ما بيأذيكم أبدا. وطبعا على عكس الاتفاقيات الدولية أنك أنت لما تعمل تجارب على بشر لازم تأخذ موافقته الخطية ولازم يكون موافق ولازم تشرح له، يكون عارف بالضبط شو ممكن يحصل له. اللي رفع الدعوة قال أنه لا، نحن أجبرنا على ذلك لأنه كان في تهديد أنه ممكن نترك أو نجبر على ترك شغلنا لو بحال ما وافقنا، وقالوا لنا أنه بعدين أنه ما حيصير لكم شيء وشيء طبيعي جدا. اللافت أنه محامي الدفاع قال لك أنه ببئر السبع مادة أنه كمية اليورانيوم اللي هم شربوها المواطن أو اللي بيسكن في مدينة بئر السبع بيشرب أكثر منه بكثير في اليوم الواحد. خلينا بس أخيرا لفتي سريعة عن الاستفتاء اللي هو كان تحت عنوان الصراع المسلح في الجمهورية اليمنية، كان مؤشر على نزاعات انفصالية عميقة، قالوا 42%، وهن في سلطة الدولة 42%، توترات محدودة يكمن التعامل معها 16%. شكرا يمان زيتون لوجودك معنا، وإن شاء الله منشوفكم بعد رمضان. كل عام أنت بخير. كل عام أنت بخير. شكرا. بخير.